السبب شباب، اليوم كالعادة والعويد رجعنا لكم بمسلسل تونسي جديد. نعم، كنت قاعد عندي الجمعة كيك، سألت لي حاسين مشكلة صغيرة وبقدرة ربي اليوم نرجع بقوة، وبعد العيد بالطبيعة عيدكم مبروك، وبعد العيد باش نرجعوا بالأقوى الأقوى الأقوى، واليوم نخدموا الماكسيموم. هاي نتعدي المسلسل من غير ما نطول عليكم الهدرة. اليوم هاوش نعمل لكم مسلسل خفيف في الأقل تحية إلى شيء كم آخر نافية بدار، وبعد نحكي ونتعدي المسلسل عم تكسر خرجت عليها. لا يا خالتي عايشة، اجري اجري سارة خرجت حمرا علينا. ناس كل برا. لا يا مشي راهو شدوا دام، يلا دام الفرح، يلا هاي كل واحد شد دام. يفرق الحبه يا مرجي. لا لا هذه بنتك انا خارفه من بوردين. هاي اخويا يفرق الحبه، يلا ايش فيك يا بنت؟ بنتي اللي قاعد تقول عليها هكا دام الفرح، يلا كل حد يشد دار. هاي ناس كل برا، يا اختي يا الفرح، يلا هاي 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 عايش فرحتي ما فرح قلبك. بعت وشريت في الناس الكل، في بالك باش تزيد تبيعني انا زاده؟ مانيش معرسه يا هم يا علة. سيد رئيس البلدية تفضل يا عيشة، هاك هاك تشوف خير. يا سي فرج يا ولدي برا، يا سي فرج الصداق شو عملنا فيه؟ امسح بيه انا اللي امسح فيه برا. وانت سي شبيك وزلت حتى عرسه؟